صبح ابو رمل. الكبير فين يا جوه؟ بس طمنا زميلي. فكك مني الكلام مع الكبير. اروح افتح انا. مساء الفل يا كبير. مساء الورد. ها بقولك ايه، ايه رايك في الحته دي؟ طول عمرك ذوقك عالي يا كبير. تعجبك؟ تعجب الباشا. وانت النهارده باشا. تاخرت ليه يا غالي؟ ما انت فاهم يا كبير، كان لازم العبهم شويه لغايه اما اطمن ان محدش قاطرني. حبيبي يا ابو رمله. مش انت مات زمانته بيتحاسب دلوقتي؟ الله يرحمه. تلجة قوم يا كبير. جايلك اوعى لك. الفلوس دي توصل لأم منعم النهارده في الفيوم، ولو سألت قول لها إنها من طرفه، بس هو مشغول ومش هيقدر يوصل لها. ربنا صبرها. مش هنقول لها إنه مات يا كبير؟ ونعكر دمها ليه؟ سيب الأخبار السودة دي على الجرايد والتلفزيون. دول ما هيصدقوا وهيعيشوا عليها رغي وبرامج اسبوع. يعني هتعرف هتعرف. خلينا احنا في الفال الحلو. ملك. ساعات بحس اني زي ما اكون بعاقبها عشان بتحبني، بس انا والله العظيم ما ببقاش قاصد يا خالد. اول ما الحاجه بتحصل بتصرف على ان هو ده الصح والمفروض دي تتعمل، بس لما بقعد واهدى وافكر اكتشف ان هي ملهاش اي ذنب في اني مركز قوي كده في شغلي. اي حد لو مكاني حتى لو كان ظابط برضه مستحيل يبقى مركز في كل حاجه حواليه وهو موجود مع حبيبته، مستحيل. حتى انا برضه ما بقاش عايز اركز، بس غصب عني بلاقي عيني اتحركت لوحدها ودماغي انشغلت باي حاجه غلط بتحصل حواليا وبتحرك كل على بعض كده. في الاخر هي اللي بتبقى في وش المدفع يا عيني، وابقى انا اللي لازم اصالحها عشان انا طبعا غلطان. وكل يومين ثلاثة لازم حاجة كده تحصل، ما تلحقش هي تفوق يا عيني إلا وتنيل على عين أهلي خبطة خبطة جديدة. هي بقى ما بتعملش حاجة في الدنيا غير إنها بتحبني وبس. طب وأنت؟ أنا بموت في التراب اللي بتمشي عليه يا خالد، بس أنا بتخطف. إذا كنت بعمل كده وإحنا لسه مخطوبين، أمال بقى لما نتجوز هيحصل إيه؟ هيحصل نفس اللي بيحصل. تفتكر هي هتبقى مبسوطة معايا؟ مطمنة؟ سعيدة يعني؟ أكيد. أكيد إزاي بس يا خالد؟ علشان يا عمر ده اختيارها. ما أنا كمان اخترتها، بس عمرها ما عملت فيا اللي أنا بعمله فيها. عشان هي مش بتشتغل ظابط بوليس. وده ذنبي بقى ولا ذنبها هي؟ لا ذنبك ولا ذنبها يا عمر. مفيش اي حد واعي بيختار اي اختيار من غير لما بيبقى عارف حمله قد ايه وتمنه كام، ولو مش قده ما بيختاروش، ولو حتى اختاروا بالغلط بيعرف ده مع الوقت، والطبيعي انه بيتخلى عنه. يعني فريدة ممكن يعني انها تتخلى عني في يوم من الايام؟ فريدة مستحيل تتخلى عنك يا عمر. عارف يا خالد، انا ما اعرفش اتخيل حياتي وفريدة مش فيها اصلا. ساعات كده بيركبني شوية غباء، بيجيلي هاجس ان ممكن فريدة تبقاش معايا،
أول ما الهاجس ده بيجي في بالي بطرده على طول، بحس إن هو يعني خلاص كلام فارغ، عبط، شيطان، بخرجه من دماغي على طول. قلت لها الكلام ده قبل كده؟ لا طبعا. عايزني أروح أقول لحبيبتي إن أنا بفكر ساعات إنها ممكن تسيبني؟ أيوه، ليه لأ؟ ليه لأ إيه؟ هي البت ناقصة، مش كفاية اللي بعمله فيها كل يوم؟ ما هو علشان اللي بتعمله فيها كل يوم ده يا عمر لازم تقول لها، عرفها إن حياتك معاها شبه فكرة القدر، ملهاش أي احتمالات بديلة. انتوا امتى آخر مرة سهرتوا مع بعض وخرجتوا كده؟ من زمان. ليه بقى؟ ما انت عارف. شوف حل، ما ينفعش يعني تبقى في حياتك هي كده ملي فراغات. طب اعمل ايه يعني؟ مش عارف. فكر، المسألة محتاجة شوية ابداع، افكار جديدة بقى يا عمر بيه. ما افتكرش ان اي حد يستاهل منك كده اكتر من فريدة. تاني يا عسلية يا ابن العسلية. عسلية ارحم التليفون يا ماما والنبي. يا ايمن خضتني يا ايمن، مش كده، التليفوني مهنج، قلت اكلم بتاع السوبر ماركت من عندك. فيها ايه؟ كل يوم يا ماما كل يوم يهنج وانا في الحمام. طب ايه العلاقة يعني؟ طب انت عايزين اعمل لك ايه؟ اعمل لك كابين ثابت جنب التليفون يعني؟ يا ايمن خلاص، ما انت علقتني يا ايمن. ايه؟ معيش تليفون ست الكل ده، انت القمر يا حلو صبح يا حلو. بكاش بكاش يا حلو الصبح يا حلو طول يا حلو الصبح. الله، ده انت حتى في الشارجنج اهو عمال يكهرب في نفسه زي الفل. جرى يا زوزو، ما هو كويس اهو. بجد والله؟ ده انا مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه. بس يبقى نسالهم ولاد الايه. هما مين دول اللي عملوه؟ ايوه، ما انت مش عايز تبطل طريقتك دي، بقالك يومين بايت بره البيت، لازم طبعا الفار يلعب في عبي. اهو انت يا زوزو لو تيجي معايا دغري كده وتساليني انا هجاوبك. ما انا عارفه الاجابه قبل ما اسال. هتقولي انا في الاسم، انا شغال، انا تعبان، خنقتني يا ايمن. طب اعمل يا زوزو، استقيل؟ لا يا حبيبي، قولي الحقيقه، برد قلبي. برد قلبك من ايه يا زوزو؟ اي حاجه، خبر حلو كده. خبر حلو عندي. امبارح في الاسم واحد ضرب بالنار في مكتب عمر سلطان، والدم طرطش على السكينه وعلى الحيطان. لا استني حلو عشان يكمل احكي. لا خلاص. وعمر عامل ايه؟ الحمد لله عمر كويس. انا صعبان على البت خطبته والله. اشمعنى؟ جات على ملا وشها الصبح في الاسم، طمن عليه. وانت بقى ان شاء الله امتى كده ربنا هيهديك وتلاقي واحده كده تتشغل عليك وتقلق. لا اله الا الله، هي ناقص الواحد يعذب بنات الناس؟ كفايه قلقك عليا يا قمر. هتتاخر يا عمر؟ هطب عليهم في الكمين في السريع كده واجي على طول. طيب هتكلم فريدة؟ ما تقلقش بقى، قلت لك هصادحها، هأبدع. ايوه هو ده الكلام. عمر بيه، الباشا الكبير نبه اول ما حضرتك تيجي تخش له عجلين على طول. فعلا. تمر بقى حاجه تانيه يا عمر بيه؟ شكرا يا عوني، شكرا. طيب خليك خفيف. انا خليني خفيف؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف على الباشا. طب يلا الواحد برضه غير هدومه. خير يا باشا؟ كل خير. عمك سعيد.